أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا المحاضرة السابقة عن البروتوزوا از بايو كنترول ايجنت. اليوم إن شاء الله تعالى هنتكلم عن النيماتودز اللي هي الديدان الأسطوانية كبيولوجيكال كنترول ايجنت، كعامل مكافح حيوي، أي استخدام الديدان الأسطوانية في مهاجمة أو إمراض الحشرات الضارة المسببة للآفات الزراعية. يبقى النيماتودز الآن اللي إحنا بصدد الكلام عنها، الديدان الأسطوانية، هذه الديدان الأسطوانية اللي بتعمل مرض للحشرات الضارة. لأنه النيماتودز، لما تكلم عن النيماتودز، في نيماتود أنواع، في نيماتود ممرضة للنباتات، في نيماتود ممرضة للحشرات، في نيماتود ممرضة للإنسان، في نيماتود ممرضة للثدييات إلى آخره. لكن الآن بنتكلم عن النيماتودز، الديدان الإسطوانية الممرضة لمين؟ للحشرات. Some entomogenous nematodes have characteristics that allow them to be considered with the pathogen. طبعا هي تعتبر pathogen النيماتود في هذه الحالة لمين؟ للحشرات الضارة اللي هو البيست أو الآفة. The most important insect pathogenic nematode، أشهر النيماتودة اللي بتعمل pathogenic للإنسكت، إمراض للحشرات، for biological control are very small، هي صغيرة، حجمها صغير جدا. النيماتودة اللي بدها تتطفل على الحشرات الضارة هي حجمها صغير جدا. And use mutualistic bacteria، وتستخدم البكتيريا اللي بتعيش في النيماتودة اللي بتكون معيشة تكافلية. بمعنى انه النيماتود اللي هو الديدان الاسطوانية، عندما تقوم بغزو الحشرة الضارة فانها تكون قادرة على قتل الحشرة بعدة طرق. اولا، استهلاك المادة الغذائية من قبل النيماتودة. اثنين، وجود النيماتودة في داخل الحشرة. ثلاثة، انه النيماتودة تمتلك بكتيريا بتعيش مع النيماتودة بمعيشة تكافلية، لا تؤثر على النيماتودة بشكل سيء سلبي، وإنما تعيش معيشة تكافلية بحيث أنها تستفيد من النيماتودة والنيماتودة بتستفيد من هذه البكتيريا. لكن وجد أن هذه البكتيريا عندما تدخل النيماتودة إلى جسم الحشرة، فإن هذه البكتيريا تقوم بزيادة كفاءة النيماتودة في قتل الحشرة، لأنه هذه البكتيريا بتفرز سموم قادرة على إنتاج سموم، هذه السموم بتموت الحشرة. فالبكتيريا الموجودة المتكافلة اللي بتعيش معيشة تكافلية في أمعاء الحشرة، فإنه هذه البكتيريا قادرة على إمراض أو زيادة إمراض الحشرة. يعني الحشرة الضارة بصير هي مهاجمة من قبل النيماتودة وما تفعله بها، وأيضا من البكتيريا اللي بتعيش معيشة تكافلية مع النيماتودة. فالبكتيريا هذه بسموها ميوتاليستيك بكتيريا، بتعيش معيشة تكافلية تكل ذا هوست لقتل الآفة. النيماتودز also nematodes species in at least 20 families، تقريبا 20 عائلة، are primary or facultative parasites. طبعا هي متطفل اختياري of insects، لأنه ممكن تعيش معيشة حرة وبتعيش معيشة ايه؟ تطفلية على الحشرات. Those in the order Rhabditida. Rhabditida اللي هي order Rhabditida اللي هي رتبة الديدان الإسطوانية اللي بتتطفل على الحشرات. Have been most exploited as biological control agents، وأيضا هي مستخدمة في برامج المكافحة الحيوية. Species in the genera Stenerima، أنواع من هذه الديدان الإسطوانية القادرة على إحداث المرض للحشرات الضارة تتبع لجنس ستينريما، وخاصة السبيشيز ستينريما فيلتي. Entomopathogenic nematodes، الديدان الإسطوانية الممرضة للحشرات، enter the host، تدخل جسم الحشرة، via natural body opening، من خلال فتحات الطبيعية في جسم الحشرة، من خلال العين والأنف والفم والسباركلز المتنفسات ومناطق التمفصل إلى آخره.
or through the cuticle او من خلال طبقة الجلد، لكن تقريبا الأكثرية بتكون من خلال الـ natural opening للـ insects، والأقلية من خلال الجليد أو الـ cuticle بشكل مباشر. Others by ovipositing، العديد من الـ النيماتود تستطيع وضع بيوضها في داخل جسم الحشرة. The host food source and the eggs hatch in the host midgut. وأيضا عندما تضع البيوض، هذه الديدان الاسطوانية تضع بيوضها في داخل جسم الحشرة، فإن هذه البيوض تفقس في الأمعاء الوسطى للحشرة، تفقس في الأمعاء الوسطى لهذه الحشرة. Effects of nematodes، تأثير النيماتود parasitism، تطفل النيماتود على الحشرات الضارة on the host، can be sterility، ممكن يخلي الحشرة عقيمة لا تستطيع وضع البيوض. reduced mobility، تقلل حركة الحشرة الضارة. and life span، وتؤثر على دورة حياتها. behavioral and morphological changes، تغيرات سلوكية وتغيرات شكلية بيصير في الحشرة. في النهاية تموت الحشرة بسبب تطفل النيماتود على هذه الحشرة. بالمناسبة النيماتود اللي بتطفل على الحشرات بتكون متخصصة للحشرات الضارة، لا تؤثر على الكائنات الحية الأخرى، لأنه الهوست لها هوست سبيسيفيك، العائل بيكون متخصص فقط للحشرات الضارة. البينيفيشال نيماتودز، النيماتودة من فوائدها أنها بتعمل سيك أوت، تبحث عن العائل تبعها، تبحث عن الحشرة الضارة لتخترقها وتقوم بالتطفل عليها. and kill the immature stages، kill the immature stages، وتقتل الأطوار الغير بالغة للحشرات زي طور اليرقات. طور اليرقات أسهل في القتل، وخاصة إذا كانت اليرقات أرضية. هذه اليرقات الأرضية بتكون عرضة للتطفل بواسطة النيماتودز of harmful soil insects، لأنه الحشرات الأرضية يرقاتها بتكون أرضية في الغالب. هذه اليرقات الأرضية جسمها رقيق، عرضة للاختراق من قبل الديدان الأسطوانية النيماتودز before they become adults، وتقتلها قبل أن تصبح adult، قبل البلوغ. من أشهر النيماتود المستخدمة في المكافحة الحيوية اسمها استينيريما فيلتي، استينيريما الجينس استينيريما فيلتي سبيشيز، انتوموباثوجينيك نيماتود، الديدان الإسطوانية الممرضة للحشرات. applied for the larval control، تستخدم في مكافحة اليرقات لحشرات الضارة of several flies، للعديد من يرقات الذباب flies species and some moth، وبعض اليرقات تاعت مين الفراشات some moth of larvae. penetrate actively insect body through the cuticle، الاختراق للديدان الاسطوانية ممكن يكون من خلال الجسم عن طريق اختراق طبقة الكيوتيكل. Abathogenic symbiotic xenorhabdus، Abathogenic symbiotic xenorhabdus، xenorhabdus هذه البكتيريا، جينس تبع البكتيريا اللي بيعيش معيشة تكافلية مع الباثوجينيك نيماتود الديدان الاسطوانية الممرضة للحشرات. is responsible for the applied is responsible for the rapid host killing، هو هذا البكتيريا المتكافلة مع الديدان الاسطوانية، هي بتزود سرعة قتل النيماتود لمين؟ للحشرات الضارة، خلال من 24 إلى 72 ساعة. ليش هذه البكتيريا خطيرة وقادرة على قتل الحشرة بسبب انه تدخل متكافلة مع النيماتود؟ لانها بتعمل release toxins or proteases، بتنتج سموم بكتيرية bacterial toxins، وايضا بتنتج bacterial enzymes او hydrolytic enzymes، انزيمات هضمة مثل البروتيزز انزيم القادر على هضم البروتين. استينيريما فيلتي showed promising results، فهي تظهر نتائج واضحة
for the biological control في المكافحة الحيوية وخاصة في الفروت فلايز ذبابة الفاكهة اللي بتعمل مشاكل كبيرة جدا للفاكهة في النباتات والثمار، وبسموها دروسوفيلا ميلانوغاستر اللي هو الفروت فلاي أو ذبابة الفاكهة اللي اسمها دروسوفيلا ميلانوغاستر، وأكيد سمعتوا عنها في الدراسات الوراثية. استينوريما فيلتي انتر ذا هوست، استينوريما فيلتي هذه الديدان الاسطوانية تدخل العائل، تدخل الجسم الحشرة الضارة through natural openings من خلال فتحات الطبيعية، and rarely through the direct penetration of host cuticle او بشكل قليل جدا من خلال طبقة الجليد على جسم الحشرة الضارة. صورة بتوضح الخطوات دخول اليرق، دخول الديدان الاسطوانية للحشرة وكيف قتل الحشرات. زينورابدس اور فوتورابدس، زينورابدس هي اسم البكتيريا بتعيش تكافليا مع الديدان الاسطوانية. فوتورابدس نفس الشيء، فوتورابدس عشان اسمها عشان بكتيريا مضيئة قادرة على إحداث وميض أثناء العتمة أو في الليل، لأن هذه البكتيريا قادرة على إنتاج إنزيم اسمه اليوسيفريز، اليوسيفين اليوسيفريز، وهذا الإنزيم بيحول بعض المركبات إلى فوتونز، فوتونات ضوئية، فبتعطي اللي هو إضاءة. هذه البكتيريا زينورابدس أو الفوتورابدس live within the intestine of the host nematode، بتعيش في داخل أمعاء أو بتتكافل في داخل أمعاء الديدان الإسطوانية. خطوة رقم 2، the host nematode infects the an insect. طبعا الهوست نيماتود، هذه النيماتود بتتطفل أو على مين؟ على جسم الحشرة، زي ما احنا شايفين الديدة الإسطوانية هي الصغيرة عمالها بتخترق اليرقة تبعت الحشرات. زينورابدس أو فوتورابدس، هذه البكتيريا اللي بتعيش معيشة تكافلية مع الديدان الإسطوانية، are released within the insect، طبعا بيصير لها تحرر، وبتتحرر وين؟ في داخل الحشرة. The symbiotic bacteria produce some immune modulative، هذه السيمبيوتيك بكتيريا، البكتيريا المتكافلة مع الديدان الإسطوانية، بتنتج مركبات، هذه المركبات بسموها اميونو موديوليتيف كومباوندز، مركبات بتعمل تثبيط لجهاز المناعة تبع يرقة الحشرة، فبتثبط مناعة اللي هو اليرقة تبعت الحشرة من جهة، من جهة تانية بتنتج مركبات توكسينز، توكسيك كومباوندز، مركبات سامة بتفرزها في داخل يرقة الحشرة، ذات كل ذا انسكت ايفنتشوالي، وبالتالي بتحدث عملية القتل ليرقة الحشرات في النهاية. زينورابدس او فوتورابدس بروديوس ا سيت اوف انتيبايوتيك، كمان هذه الزينورابدس او الفوتورابدس بتنتج انتيبايوتيكس اللي هي مضادات حيوية، هذه المضادات الحيوية قادرة على منع نمو البكتيريا الاخرى، وبالتالي هي بتعمل عملية تكويش على الهوست، وبالتالي بتخلي الهوست إلى لوحدها، وهذا بسموه اللي هو occupying niches، تحافظ على الحيز أو تحتل الحيز البيئي بواسطة استخدام أو إفراز antibiotics molecules that will prevent the microbial competitors، وبالتالي هي الإفراز البكتيريا الزينورابدس أو الفوتورابدس لهذه المضادات الحيوية بصير قادرة أنها تعمل مايكروبيال كومبيتيشن، تنافس ميكروبي مع الميكروبات الأخرى، وبالتالي لها القدرة على السيطرة على المكان، ولها القدرة على أنها تكون موجود لوحدها of the environment، في هذه البيئة اللي هي داخل جسم الحشرة، to degrade the corpus of the insect، اللي قادرة على تحليل المومياء للحشرة بعد ما تموت الحشرة. The nematodes uses the biomass، النيماتود بتستهلك الجسم الحشرة من الداخل من مواد غذائية as a source of nutrients، لأنه بتعتبر النيماتود بتعتبر الحشرة هي مصدر من مصادر الغذاء، to reproduce عشان هي تعمل عملية تكاثر في داخل جسم الحشرة. من جانب آخر البكتيريا اللي بتتكافل مع ديدان الإسطوانية اللي اسمها زينورابدس أو الفوتورابدس
تستوطن كولونايز ذا النيماتود، تستوطن النيماتود على بشكل تكافلي وهو will emerge from the corpus of the insect، وبالتالي هي بتكون موجودة في داخل الحشرة حتى بعد وفاتها. صورة بتوضح رقم واحد، خطوة رقم واحد، انه هي يرقة الحشرة، هي الديدان الاسطوانية عمالة بتهاجم فيها. خطوة رقم اثنين، صارت الديدان الاسطوانية داخل جسم الحشرة. خطوة رقم ثلاثة، الديدان الاسطوانية زادت في الحجم وزادت في التكاثر. خطوة رقم أربعة، تتحرر الديدان الاسطوانية من مين؟ من اليرقة، لتبحث عن يرقة أخرى وعائل آخر. الصورة هذه بتوضح لنا منطقة الفم تبعت النيماتود، الديدان الاسطوانية التي تطفل على الحشرات، كيف تبرد عندها منطقة حادة لتخترق جسم الحشرة أو جسم اليرقة، وبتبدأ بالدخول إلى جسم الحشرة. موضوع آخر اللي هو اسمه البلانت ريزيستنس، مقاومة النباتات للحشرات. طبعا ممكن في هناك مقاومة طبيعية تبديها النباتات ضد الحشرات الضارة، ولكن هناك في أيضا نباتات صار لها ترانجينيك بلانت، نباتات معدلة وراثيا بحيث تصبح مقاومة للأمراض الحشرية، مثلا الويت كالتيفار، بعض اللي هو سلالات من القمح are resistant to هاسين فلاي، هي مقاومة لهاسين فلاي التي تستطيع اختراق الجسم النباتي وامتصاص العصارة النباتية. فصار هناك في سلالات من القمح قادرة على مقاومة الهاسين فلاي. صورة الأمامنا للأبل كالتيفارز، بعض سلالات التفاح that were resistant to the woolly apple aphid، نوع من أنواع الأفيد اللي هو المن، هي قابلة أو قادرة، هذه شجرة التفاح أو سلالات منها قادرة على مقاومة حشرة المن التي تنتج الوول، الصوف بسموها الوول أبل أفيد، اللي هو حشرة المن القادرة على إنتاج هذه الأمراض، وبالتالي النبات التفاح في هذه الحالة بصير مقاوم للأفيد، لحشرة المن. categories of resistance، أنواع المقاومة التي تبديها النباتات للحشرات أو تجاه الحشرات. أولا بالأنتيبيوسيس، الأنتيبيوسيس هو describes a plant trait that adversely affect the biology، إلى تأثير فعال ضد الحشرات of an insect when the plant is used for food، يعني تنتج النباتات مركبات، هذه المركبات قادرة على إلحاق الضرر بالحشرات الممرضة، هذا بنسميه antibiosis أو إفراز مواد كيماوية، من خلال هذه المواد الكيماوية تقتل الحشرات الغذاء على هذه النباتات. antizoonosis هي خاصية a property of the plant that makes it not attractive، تفرز مواد، وهذه المواد تفرزها النباتات تجعلها النباتات غير قابلة أو غير يعني غير قابلة على أنها تجذب الحشرات، تفرز مواد طاردة للحشرات، not attractive، مادة غير جاذبة للحشرات، to some feeding or ovipositing insects، للحشرات التي تتغذى على هذه النباتات أو للحشرات التي تضع بيوضها في داخل هذه النباتات. الميكانيزم الثالث اللي هو التوليرانس، التحمل، is resistance، هي مقاومة، تحمل النباتات للحشرات، in which a plant is able to withstand، بتصير النباتات قادرة على أن تقاوم الحشرات or recover from damage caused by insect pest، أو تستعيد بناء الأنسجة والخلايا اللي تم تدميرها من قبل الحشرات الضارة، وبالتالي تستطيع إعادة بناء الأنسجة والخلايا بشكل سريع جدا بعد إلحاق الضرر به من قبل الحشرات، هذا بسموه التوليرانس. caused by insects best abundance equal to that damping a plant without resistance
كاركترز، يعني مقارنة مع النباتات اللي ما عندهاش ريزيستنس، ما عندهاش قابلية لأنها تفرز مواد أو تعمل إصلاح للخلايا أو تعمل بناء نسيج جديد بدل اللي تم إتلافه من قبل الحشرات. فالنباتات في هذه الحالة نباتات ما عندهاش قدرة تحمل، يعني ما عندهاش قدرة على إعادة بناء الأنسجة والخلايا اللي تضررت بفعل الآفة الحشرية. هناك نباتات قادرة على إعادة البناء وتجديد الخلايا والأنسجة اللي تضررت بفعل الآفة الحشرية. من أوجه مقاومة الحشرات مقاومة النباتات للحشرات الضارة مورفولوجيكال فاكتورز، عوامل شكلية أو مورفولوجية. مثلا الجلانديولار في بعض النباتات تمتلك العديد من الغدد، هذه الغدد تفرز مواد ستيكي سبستانسز، مواد لاصقة تلتصق فيها الحشرات ولا تستطيع الحركة، لا تتقدم ولا انها تهرب، وبالتالي تموت هذه الحشرات. فيزيكال باريرز ممكن تكون من خلال النباتات تفرز مركبات بتعمل فيزيكال بارير او حاجز فيزيائي، حاجز ميكانيكي، انها بتنتج مواد مثلا مواد صمغية أو بتفرز مواد واكس شمعية، هذه الشمعة بتعمل حاجز ما بين جسم النبات وما بين الحشرة الآفة اللي بدها تهاجم النباتات. أنتوكسيك كونستيتيوانس أو إفراز مواد، هذه الغدد قادرة على إفراز مواد سامة للحشرات وبالتالي تدافع عن نفسها بواسطة أو تحمي نفسها بواسطة هذه المواد، توكسيك كونستيتيوانس مركبات سامة وبالتالي هي تقتل الحشرات. 2 سيرفيس واكسز، أيضا في بعض النباتات تستطيع أنها تنتج شموع وتغطي الأسطح النباتية من خلال تغطي الأوراق، وبالتالي تصبح الواكس هذا الشمع عازلة للإنفيدرز أو الغازيات سواء كانت الحشرات أو غيرها، بالتالي هي لا تستطيع اختراق جسم النبات بسبب وجود طبقة الواكس، طبقة الشمع مغطى أو مغطية للجسم النباتي. تايتلي باكت فاسكولار باندلز، الحزم الوائية في النباتات، لو أخذنا مقطع في الساق أو مقطع في الجذر بلاحظ أنه في حزم وعائية اللي هي الخشب واللحاء محاطة بخلايا سكلرانشيمية أو كولانشيمية، هذه الخلايا بتكون خلايا صلبة قوية قادرة على حماية الحزم الوعائية اللي هو الخشب واللحاء وعدم وصول الحشرات إليها، وبالتالي هذا طبعا بفعل التايتلي باكت اللي هو التايتلي بشكل يعني ملتصق أو مرتص، خلايا متراصة وباكت متراصة جدا من النسيج السكلرانشيمي الصلب أو الكولانشيمي القوي حول الحزمة الوعائية حول الخشب واللحاء، وبالتالي تحمي الخشب واللحاء من الوصول من قبل الحشرات الضارة إلى النباتات. هاي فايبر كونتنت، أيضا في هناك نباتات تحتوي على ألياف أو غنية بالألياف، هذه الألياف صعبة هضمها من قبل الحشرات أو صعب اختراقها من قبل آلة وضع البيض في الحشرات. قدامنا مثلا الترايكومز، هذه غدد موجودة على سطح النباتات بسموها glandular hairs، غدد شعرية are poisonous وتكون هي سامة وبالتالي تحمي الجسم النباتي من الآفات الحشرية. هنا في عندي أوراق نباتية مغطاة بطبقة شمعية، هذه الطبقة الشمعية تحمي الأوراق من مهاجمتها من قبل الحشرات. هذه نبات عنده أشواك، هذه النباتات اللي صائدة الحشرات، مجرد ما تنزل الحشرة بتسكر عليها تفرز إنزيمات تهضم الحشرة. هذه أوراق لنباتات تمتلك طبقة شمعية تحميها من الغازيات وخاصة من الحشرات الضارة الآفية. في هذا المقطع سواء كان في عندي مقطع من ثنائي الفلقة أو أحاد الفلقة، فإن الحزم الوعائية الخشب واللحاء تحاط بنسيج سكلرانشيمي أو الخلايا كولانشيمية، هذا النسيج بحيط بالحزمة الوعائية الخشب واللحاء اللي يحميها من الوصول
إليها من قبل الحشرات الآفية حتى ما تصل للنباتات. ليفز الأوراق تحت النباتات نورمالي ريليز سمول كوانتيتيز، ممكن تفرز كميات بسيطة of volatile chemicals من المركبات المتطايرة but أو الزيوت المتطايرة but when a plant is damaged by herbivores، لما النباتات يهاجم من قبل حشرة بتتغذى على النباتات، herbivores يعني آكلة الأعشاب، herbivores insects يعني الحشرات آكلة الأعشاب. فلما النباتات هذه تهاجم من قبل herbivores insects الحشرات اللي آكلة للأعشاب، many more volatile are released، العديد من المركبات المتطايرة المركبات الزيتية الخفيفة المتطايرة ستتطاير في الهواء. هذه المركبات the chemical identity of the volatile compounds varies with the plant species، طبعا بتختلف من نبات إلى آخر. يعني مثلا إحنا بنشم رائحة الريحان أو رائحة النعنع أو رائحة الزعتر أو رائحة الليمون، كل واحدة لها رائحة مميزة لأنه الفولاتايل أويل الزيوت الطيارة تختلف من نبات إلى آخر، فكل نوع من النبات بيفرز نوع مختلف عن الآخر من الفولاتايل أويل. And with the herbivores insect species أو الحشرة اللي بتيجي تتغذى على النباتات بتخلي النبات يفرز مركبات volatile oils متطايرة. These volatile oils هذه المواد المتطايرة ايش بتعمل؟ attract تجذب both parasitic and predatory insects، بتجذب الحشرات المتطفلة على الحشرة الآفية وبتجذب الحشرات المفترسة للحشرات الآفية، بمعنى أن الحشرات الآفية تهاجم النباتات، النباتات بتطلع فولاتايل أويل، فولاتايل أويل هذه الزيوت الطيارة تجذب الحشرات الضارة لمين؟ للآفة اللي بتعمل لها تطفل وبتعمل لها افتراس. They may also induce defense response، وأيضا الحشرة لما الآفية لما تتغذى على النباتات تبدأ تقدم في النباتات، تقرض في النباتات أو تحقن آلة وضع البيض أو من أجزاء الفم الثاقب الماصة تخترق الجسم النباتي، فإنه الحشرة فإنه النبات بيبدأ يتحفز induce defense response، يحفز من قبل أنه هذه الحشرة لينتج مركبات مناعية، فالنبات يبدأ بإنتاج مركبات مناعية ضد الحشرة وبينفع ضد الحشرة وضد الأفات الأخرى. In neighboring plants يعني حشرة تتطفل على نبات شجرة نبات ولتكن إكس، هذا النبات بتنتج مركبات، هذه المركبات المتطايرة من جهة بتجذب الحشرات المتطفلة على هذه الحشرة أو الحشرات المفترسة لهذه الحشرة، هذا من جانب. من جانب تاني أنه بتحفز النباتات المجاورة لإنتاج المركبات المناعية، بتتذكروا في قصة الانترفيرون شبيهة فيها أنه الشجرة المصابة هي اللي بتفرز هذه المركبات حتى تحفز الأشجار الغير مصابة لإنتاج المركبات المناعية، وهذه الأشجار بتكون مجاورة. Determinal phytochemicals factor العوامل اللي بتفرزها الفيتوكيميكالز يعني المركبات من أصل نباتي، العوامل من أصل نباتي بتفرزها النباتات الضارة للحشرات، Determinal ضارة phytochemicals factor العوامل الكيميائية المفرزة من قبل النباتات تشمل التالي include، تشمل النباتات ممكن تفرز توكسينز سموم تؤثر على الحشرات الضارة. اثنين تعمل prevent feeding and ovipositing، النباتات بيعمل منع للحشرات من التغذية عشان ما تتغذاش على هذه النباتات، وأيضا تمنع الحشرات من وضع البيض الovipositing. أيضا ثلاثة إنه النباتات قد تعمل إفراز مركبات بتصير هي ريبيلانس يعني طاردة للحشرات، الحشرات ما بتيجي على هذه النباتات. أربعة High concentration of indigestible substances يعني النباتات تحتوي على تركيزات عالية
من المركبات غير قابلة للهضم، وبالتالي الحشرة لا تميل إلى أن تتغذى على هذه المركبات such as lignin، زي مركبات اللجنين ومركبات السيليكا، لأن الحشرات لا تستطيع هضمها، وبالتالي غير مرغوبة من قبل الحشرات الآفية. absence of essential nutrients، كمان النباتات قد لا تمتلك مواد غذائية مهمة للحشرات، وبالتالي الحشرات لا تهاجم هذه النباتات. anti-zoonotic resistance حكينا عنها، functions by altering the، يعني المركبات اللي بتخلي الحشرة تخلي النباتات غير مقبولة من قبل الحشرات حتى تطفل عليها، زي مثلا olfactory اللي هي الشم، بتخلي الحشرة بدل ما انها تشم رائحة النباتات وتهاجم النباتات، بتفرز النباتات هذه مواد بتأثر على الرائحة تبعت مين، تبعت الحشرة، producing effective inhibitors، بتفرز مواد مثبطة فعالة، odors، روائح مثبطة فعالة ضد مين، that confuse and alter best، بتتداخل مع مركبات أخرى، وبالتالي تغير مسار اتجاه الحشرة الآفية، بدل ما تهاجم هذا النبات بتصير تهرب في اتجاه آخر. أيضا في هناك نباتات تفرز مركبات بتشوش على الرؤية تحت الحشرات، وبالتالي لا تستطيع مهاجمة النباتات. أيضا النباتات قد تفرز مركبات بتعمل تغيير في التذوق أو تذوق سيء للحشرات، تالي الحشرات لا تحبذ هذا النوع من النباتات. قلنا التوليرانس، تحمل النباتات للآفات الحشرية، توليرانس ديسكرايب بروبارتيز ذات انيبل ا ريزيستنس بلانت تو ييلد مور بايوماس ذان ا سوسبتابل بلانت ديو تو ذا ability to withstand، طبعا قدرة النباتات على التحمل بيتعلق بأكثر من نقطة. النقطة الأولى ability to withstand، قابلية النبات لمقاومة الحشرات. اثنين recover from insect damage، إعادة بناء الأنسجة والخلايا المتضررة من قبل الآفة الحشرية caused by insect populations. Outgrowth on insect infestation or removal of damaged tissues، طبعا النمو السريع للأجزاء النباتية اللي تضررت بفعل الحشرات، أو إزالة الأجزاء النباتية المصابة. يعني إذا كانت الأوراق مصابة، في بعض النباتات تتخلص من الأوراق المصابة، بتعمل cell death program، موت الأوراق النباتية تتساقط حتى تكون تتخلص من الأوراق والأنسجة المصابة. يعني بين قوسين كب الزيت بالفار غنيمة، يعني النباتات تميل إلى التخلص من الأنسجة النباتية المصابة. أيضا يميل العلماء إلى أنه يعملوا ترانجينيك بلانت، نباتات مقاومة أو معدلة وراثيا، بحيث أنها تقاوم الحشرات، زي insect pest management systems. أيضا من ضمن برنامج مقاومة الآفات أنه إنتاج سلالات من النباتات قادرة على مكافحة الأمراض النباتية والآفات النباتية، زي مثلا بكتيريا احنا عارفينها الباسيلوس ثيرنجنسيس، وهذه البكتيريا قادرة على انتاج الاندوتوكسينز، فيريس دلتا اندوتوكسينز انسكتسايدال بروبارتيز، وهي لها خاصية ضد الحشرات زي ما شفنا في محاضرات سابقة. هذا الجين ممكن استخلاصه من هذه البكتيريا وزرعه في النباتات، بحيث تصبح النباتات ترانجينيك بلانت معدلة وراثيا، بحيث انها تقاوم الحشرات وتكون فعالة، افكتيف اند سبيسيفيك انسكتسايدال افكتس اجينست كوليوبتيرا، ضد الحشرات غمدية الاجنحة كوليوبتيرا اند ليبيدوبتيرا حرشوفية الاجنحة، وخاصة اليرقات تبعتها. فالنباتات اللي تم دراسة الموضوع عليها ونجحوا فيها في إدخال جينات قادرة على إنتاج مركبات البي تي توكسين، البي تي جين، آر إكسبريست ترانجينيك، زي المياز الذرة، القطن والبوتيتو اللي هو البطاطس،
فالانسكت ريزيستنس ترانجينيك بلانت اكسبريسنج بلانت اللي هو الباسيلا ثيرينجينسيس توكسينز. طبعا ذا برودكشن اوف ترانجينيك بلانتس انتاج هذه النباتات المعدل وراثيا ذات اكسبريس ذا انسكتسايدال توكسينز، وبالتالي صارت تمتلك سموم ضد الحشرات بروديوس باي ديفرنت سترينز من قبل عده سلالات من الباسيلا ثيرينجينسيس البكتيريا البي تي اللي قادرة على إنتاج سبورز أوف بي تي توكسين كونتين أكريستالين بروتوكسين. هذا الكلام حكيناه قبل في محاضرات سابقة. هذا البروتوكسين بروتين encoded by gene crystalline carried on a plasmid with the bacteria. طبعا الكريستالين بروتين جين محمول على جين اسمه كراي جين، وهذا الكراي جين موجود على بلازميد تبع البكتيريا البي تي اللي هو الباسيلا ثيرينجينسيس، ممكن نقله للنباتات وبالتالي النباتات بعد ذلك تستطيع انها تقاوم الحشرات. Ingestion of spores، الحشرة بتتغذى على السبورز by the insects that crystal dissolves. طبعا الكريستالز بروتين يبدأ بالذوبان زي ما قلنا في slightly alkaline pH وإنزيمات البروتيزز إنزيمز الموجودة في الميد جت للحشرة. And the protein is cleaved، البروتين هذا السم بيصير له شق بنقطع من نص من نصفين by digestive proteases enzymes in the insect gut موجودة في أمعاء الحشرة. هذه الإنزيمات والبي اتش مناسب على slightly alkaline pH، بالتالي صار تتحول البروتين من inactive إلى active غير من غير فعال إلى فعال generate active بي تي توكسين molecules، وبالتالي أنتجت لنا البي تي توكسين الفعال. Active toxin molecules binds to a specific glycoprotein. هذا الاكتف توكسين بيرتبط على ريسبتورز على مستقبلات glycoproteins موجوده على الخلايا الطلائيه المبطنه لامعاء الحشره that is suited in the cell membrane، وبالتالي هي ترتبط على الغشاء الخلوي of gut cell lining the insect midgut، ايضا ترتبط على الأغشية الخلوية للخلايا الطلائية المبطنة لأمعاء الحشرة and then insert itself، وبالتالي بتدخل حالها إلى داخل جسم إلى داخل الخلايا الطلائية وتصل إلى أو تعمل طبعا into the gut cell membrane، وفي النهاية بتعمل the bound toxin interacts with the cell that allows the passage of ions، تعمل طبعا channels ion channels، وهذا الايون channels بتخلي الخلايا الطلائية المبطنة للأمعاء تفقد كميات كبيرة من الالكترولايتس ومن الأملاح ومن المية الووتر، وبتعمل بورز ثقوب، هذه الثقوب تسمح لدخول الاندوسبورز تحت البي تي وتصير لها جيرمينيشن وبصير بكتيريميا ثم سبتسيميا، وايضا تسمح هذه البورز الثقوب اللي احدثتها هذه السموم لدخول النورمال مايكروبيوتا البكتيريا الموجوده بشكل طبيعي في الميد جت او الانسكت ميد جت اللي هو الحشره في مع الحشره، وبالتالي دخولها الى الداخل. ذا توكسين كرييتد تشانلز، هذا تكون قنوات ديستروي ذا امبالانس ان ايون كونسنتريشن، بالتالي بصير امبالانس خلل في التوازن دخول وخروج الشوارد الالكترولايز that has been established across the membrane بين قوسين الجت بي اتش ابروكسيميتلي من 10.5 ل 11، وهذا مناسب لعمليه اللي هو تحويل البروتين لكريستالين بروتين من ان اكتف الى اكتف من خلال كليفج بواسطه البروتيزز انزيم resulting in the death and lysis، بتسبب موت وتحلل the cells lining of the gut لخلايا المبطنة لأمعاء الحشرة. The bacteria eventually sporulase، البكتيريا بعد ذلك بصير لها sporulase تكون الاندوسبورز releasing fresh spores into the soil to repeat the cycle. طبعا بعد ما تموت الحشرة بترجع البكتيريا بتكون اندوسبورز، وهذه الاندوسبورز ممكن تصيب حشرات تانية وتعمل طبعا تعيد دورة الحياة. زي ما احنا شايفين اليرقة تحت الفراشة بتتغذى على أوراق نباتية تم تعديلها وراثيا بحيث انه يكون في عندها
كريستالاين بروتين، وهذا الكريستالاين بروتين او دلتا اندوتوكسين بيعمل نفس الميكانيزم اللي حكيناه قبل شوي في هذه السلايد. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.